السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الفرق بين البيم اكسكيوشن بلان والبيم امبلمنتيشن؟ تمام. طيب هما المصطلحين دول يعني ممكن نطلق عليهم مصطلحين اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، حاجة زي كده. طيب ايه الفرق بينهم؟ ساعات واحد يقول لك انا عايزك تعمل لي بيم اكسكيوشن بلان للمشروع دوت، او يقول لك اعمل لي بيم امبلمنتيشن للمشروع دوت. تمام. فساعتها الاتنين لهم نفس المعنى، يعني معناها ان انت بتحط خطه لتنفيذ المشروع وازاي هنطبق البيم في المشروع دوت. ماشي. وهتلاقي كتب مركزه قوي على البيم اكشن بلان ان ده بيبقى حاجه للمشروع. تمام. والبيم امبلمنتيشن ساعات واحد يقول لك ايه عندنا شركه وعايزين نعمل لها بيم امبلمنتيشن، ماشي، او عايزين ندير شركه وعايزين نعمل بيم اكشن بلان، او عايزين نعمل بيم اكشن بلان للشركه. تمام. فنقدر نقول ان البيم اكشن بلان اقرب لانها تتطبق على المشروع، والبيم امبلمنتيشن اقرب ان مكتب ما كانش شغال بيم وبنحوله لبيم. فدي ليها طبعا قصص وروايات، مش نهج واحد، لا لازم نعمل دراسه للشركه نفسها ونقول لها اسهل طريق ليها يتعمل ازاي. تمام. فاحنا لازم نفرق بين الاثنين. ساعات حد بيستخدم ده بدل ده وش نقول له غلط، بس يعني انت بتبقى فاهم من سياق الكلام. لو قال لك بقى احنا عايزين تعمل لنا بيم اكشن بلان وبيم امبلمنتيشن وتقدمه لنا، فبتبقى عارف ان هو مفرق بين الاثنين وعايز يعمل خطه لتطبيق البيم وخطه لتنفيذه في مشروع محدد. تمام. في لخبطه؟ لا مفيش لخبطه خالص، بس هو في المصطلح بيم اكشن بلان بيستخدم اكتر للمشروع، ولو حد استخدم كلمه بيم امبلمنتيشن مش هنقول له غلط. تمام. بس يعني بنقول ان الانسب او الاقرب كلغويا عربي او انجليزي ان بيم اكشن بلان تنفيذ، فبيبقى اقرب للمشروع، انما البيم امبلمنتيشن بيكون اقرب ان انا تحويل للشركه، ان انا اعمل تطبيق للبيم في الشركة كلها، ان انا ادرب الناس بتوع الشركة. تمام. لكن لو حد استخدم ده بدل دوت مش هنقعد نتخانق معاه ولا نقول له تعالى نرفع المراجع ولا الحاجات دي كلها. انت هتلاقي على القناة بتاعت بيم اريبيا بالتفصيل امثلة كتيرة للبيم اكشن بلان وامثلة للبيم امبلمنتيشن، ولو في حد عنده شغل يبعته ان شاء الله نعمله بشكل كويس، سواء بيم اكشن بلان او بيم امبلمنتيشن.